فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. هذا هو العنوان العريض الذي التقطته الكثير من الصور والتقطته عدسات المصورين والإعلام وعيون المغاربة، وإن كانت الأمور بالنسبة لهم يريدون أن تكون على ما يرام. وكذلك لعلكم شاهدتم الصور والفيديوهات القادمة من حافلة المنتخب المغربي في الطريق إلى ملعب الشهداء، الملعب الرئيسي هنا في كنشاسا هنا في جمهورية الكونغو. يا لها من أجواء أيها الأفاضل في كل مكان، ويا لها من أجواء سنعيشها هنا معك. نحن مع الأطالسة مع يوسف النصيري في الجهة اليمنى، يكسب منها يورما موساكو الآن، وسليم أميلا وريان ماي في مجموعة السودان وغينيا بيساو. المغرب الآن هنا محاولة الآن المحاولة تشد الأنظار. الآن الكرة ملعوبة والكون بحول الله تمام الساعة 8:00، ومصر الليلة حتكون بدأ في الوداد. لدينا الآن محاولة ديال، الكرة ملعوبة الآن لمصلحة لقب الكونغو، محاولة لازالت موجودة وفرصة. هدف لكونغو الديمقراطية، هدف في كنشاسا، الرعب في كنشاسا، هدف يسجل. الحذر كل الحذر، كرة تبعد، محاولة وفرصة ونجاح في الذكرى 74 التأهل مباراة الذهاب. الآن هي كونغو في ألمانيا، الآن كرة توصل على طرفها وحيد هليلوزيتش بأنها المفتاح الذهبي لباب المونديال. خطأ على نايف أكرد، بونو يرسل كرة عالية 21 دقيقة، ويواني ويسا حتى الآن هو من أعطى السعادة يورو، ومن بيمبا هو من رفع القيمة في السوق 15 مليون يورو، يلعب لنادي بورتو وهو من بيبا. من بيمبا دين مرابط، لكن سفيان مرابط الذي كان في يلعب أيامه في إيطاليا. الآن التبعات، بونو ينجح في الحصول على كرة هدف ثاني محقق في الآن محاولة. بونو احذر الكرة إلى ركلة زاوية، بونو مش على بعضه، تخشيش كما يقول الآن. وزت في 3 مباريات والتعادل حدث 7 مرات، ويا صاحب القميص رقم 7 التعادل لن يكون. محاولة قائمة الآن، وإن لوحيد ترسل الكرة عالية، ولربما الآن أول تهديد في الشوط الأول. تحت العب التقدم الآن، كرة بترسل وانتقاء ذكي. الآن الكرة توصل على طول إلى ركلة مرمى. الدوري السعودي أثبت بطولة الرعب في كنشاسا، ما كان رجل ثابت ما دان. الآن ويسا سليمة إلى ركلة مرمى، اللاعب الذي أعطى السعادة الأولى كاد أن يعطيهم الثانية.
وأشرف في شرقي. الكرة هي هي هذه أدوشت، هذه أدوشت، وزي ما نقول الضربة رصق تتسدد. المحاولة الثانية، ما هو القرار؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء مغربية احتسبها. والوطن العربي ريان ماي، يا ريان يا ريان يا ريان، وكأنه هدف للكونغو. احتفال طريقة اللاعب فجأة حطها، الكرة كانت سهلة، لا حد حولك ولا حلت من عمران بالراس، يا جميل المحاولة يوسف النصيري، العرضية حلوة كانت. أبد أبد أبد، الكرة جول، يا يا على كرة أضاعها ديموريك مبكاني. كرة بتوصل على طول من جديد، يستاهل يستاهل. الآن الآن كرة في الموقف، لكرة عالية الآن، فرصة فرصة فرصة، جول جول جول، الله 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 الله، سجلت ليوث الأطلسي هدف الآن في